بالظبط يا فندم، احنا مبدئيا بنعزي اسر الشهداء او الضحايا، وربنا يكون في عون المصابين. هو الحقيقه كل يعني المحافظه كلها بكل مكوناتها مسخره ومهيئه تماما لاستقبال الحالات المصابه، وفي توجيه مباشر من سياده الرئيس لتوفير كل الدعم، سواء من اكياس الدم او من المستلزمات او وجود الاطباء او الاجهزه. وإعلان يعتبر زي حالة الطوارئ هل بيكون هناك كمية وفيرة من فصائل الدم المختلفة سيدة إيلين؟ بالضبط، طبعا طبعا في توجيه مباشر، مش بس فصائل الدم، التحاليل، المحاليل، الحاجات كلها، المستلزمات أو الحاجات اللي بيحتاجوها لإسعاف المصابين. ففي توجيه مباشر بده، وفي متابعة سريعة جدا ومن السيد الرئيس بنفسه، وبيانه يمكن كان أكبر دليل على إنه متابع لحظة بلحظة. وشفنا السادة الوزراء موجودين في قلب الحدث، وكل المسؤولين، كل التنفيذيين. فإحنا بنشكر كل من قام بمساعدة المصابين أو المساهمة في ده. هو ده طبعا دورهم وواجبهم، ولكن السرعة فائقة، ويعني يمكن إحنا حسينا بالإنسانية والأبوية بتاعة الرئيس حتى في البوست اللي هو كتبه، انه متابع ومركز حاجه زي كده، فده شيء يشكر عليه طبعا. دكتورة، نحن بانتظار طبعا البيانات النهائية لحصر أعداد القتلى والمصابين. لغاية الآن نتحدث عن 41 قتيل وأكثر من بالزبط. 14 مصاب. لو لدى حضرتك أي معلومات محدثة أكثر. أظن المصابين تخطوا ال 30 أظن، ولسه الأعداد لم يتم حصرها للآن. هو الحادث كبير ومفجع، ويمكن كان في اطفال كتير وفيات. طبعا يعني انا مش عارفه اقول ايه، بس يعني خلاص هو هنشوف السبب ايه، بس هو اظنه قضاء وقدر بنسبه كبيره، تقريبا ناس كهربي او حاجه. الاعداد المصابين طبعا ربنا يشفيهم، بس الحاجات دي بتتحصر في الاخر بعد ما يتم السيطره على الوضع كله. اكيد هيخرج بيان رسمي من وزاره الصحه بالمصابين والوفيات وكل حاجه. لكن لغايه الان جاري حصر الاعداد النهائيه. طب دكتوره، يعني الاصابات اللي يعني نتحدث عنها الان، حتى طبقا لوزاره الداخليه وبيانها، ان الاعداد الكبيره للوفيات والاصابات هي طبقا لانبعاث كميه كبيره من الدخان، طبقا لمعلوماتك وخبرتك في هذا المجال، وان كنت يعني تصححين لنا اكثر، ما هي الاصابات الناتجه عن انبعاثات كميه كبيره من الدخان، وكيف يمكن التعامل معها ان كان انيا في المكان او حتى داخل المستشفيات المتخصصه؟ هي يا فندم اغلب يعني لو بنتكلم على اصابات خفيفه، اللي هو الاختناق، ده مبدئي من الدخان، الاختناق الشديد بيبقى فيه تغير في يعني التنفس، ده بيأثر على نسبة الأكسجين، حاجات كتيرة بيحصل لها تبعات. ده لو بعيد عن المكان الحريق نفسه. ده بجانب طبعا مصابين الحروق ودرجاتها المختلفة، فالتكدس، التزاحم. هنشوف الإصابات هيبقى يعني ده بيبقى فيه تشكيلة كده من الإصابات على حسب قربك من المكان الحادث. السن طبعا بيفرق. هل لدى حضرتك معلومات إن كانت المستشفيات اللي نقلت إليها الحالات لديها أقسام مخصصة للتعامل مع حالات الإصابات من هذا النوع؟ طبعا في أماكن مخصصة لده، وحتى الأماكن اللي مش مجهزة هو تم دعمها الدعم الكامل بحيث تقدر تستقبل الحالات، وكمان في تنسيق وتوزيع للحالات طبقا للأعمار وطبقا لمدى الإصابات. ففي تنسيق كامل من كل جهات الدولة، من المحافظة، من وزارة الصحة، والإسعاف، هيئة الإسعاف، بحيث كل مواطن أو كل مصاب يروح المكان اللي يناسبه للجهة اللي تتكفل برعايته صحيا والمناسبة لتقديم الخدمة الصحية ليه.